Place the microphones of the... Non, elle m'écoute pas.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Human Rights. أهلا وسهلا إلى هذه الجلسة المتعلقة بحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية ومسائل الشباب. سأشرح لكم تسلسل أعمالنا ونشاطاتنا بعد ظهر اليوم. ريناتا، هل باستطاعتك أن تشرحي لنا؟ مرحبا جميعا، أهلا بكم إلى هذه الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان، المسائل الجنسانية والشباب. سأشرح لكم كيف سنعمل. أولا سنستمع إلى المحاضرين الذين سيتحدثون حسب ترتيب جلوسهم من يمين إلى اليسار، وسيتحدث كل منهم لثلاث دقائق، وبعدها تكونون أنتم المحاضرين. هذا الكرسي لكم. سيكون لدينا ميكروفون جوال، وسنطلب منكم أن تتقدموا بمداخلات حول موضوعنا حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين أو المسائل الجنسانية والشباب، والرابط المباشر بين كل هذه المسائل والحوكمة الإنترنت. إذا ما كنتم تشعرون بالإلهام الكافي حتى تتحدثوا اليوم، فنستمع إليكم ويكون نقاشنا مثمرا. شكرا يا ريناتا. نكرر المتحدث. كما تعرفون، إن منتدى حوكمة الإنترنت قد تعرض لانتقاد قاس لأنه لم يتقدم أو لم يصل إلى نتائج ملموسة في السنوات الأخيرة، ولكن مجال نحن نهتم فيه بشكل كبير، وقد ساعدنا في التقدم في السياسات وفي معالجة بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، بالمسائل الجنسانية وبالشباب. خلال هذه الجلسة في الدورة أو الجولة الأولى من المناقشات سنجيب على أسئلة ثلاثة. أولا، كيف يمكن أن تلتقي هذه المواضيع مع حوكمة الإنترنت؟ ما الذي تم القيام به في التقاء هذه المواضيع مع حوكمة الإنترنت من ناحية السياسات؟ وما الذي يفتقر إليه هذا النقاش المتشابك الذي يجب أن ينشر ويتم صياغته من أجل وضع سياسات في هذا المجال؟ حسنا، المتحدثون الآن. أنا أهتم باسمي مادلين، وأنا قد كلفت بأن ننظر في سياسات مختلفة في الحيز الرقمي وفي مجالات ثلاثة: القيم والمبادئ، التعاون الرقمي، وثانيا الآليات، وثالثا سلسلة من المجالات التي ترتدي الأولوية، وبشكل خاص حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بالإنسان. أنا هنا لأتحدث إذن عن هذه العملية التنفيذ الملموس للتوصيات، وكذلك تحدثي عن الشباب والمسائل الجنسانية وأصحاب المصلحة في هذا المجال. سأشدد على مسألة أو مسألتين قد انبثقتا عن مناقشاتنا أو مشاوراتنا: التركيز على حقوق الإنسان، وكذلك الوكالات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان. ما هي هذه الوكالات، وكيف نبني على ما يكتسب في عملنا، وكيف السبيل إلى مضاعفة التكنولوجيات والحلول التي نشترحها في التكنولوجيا، وأخيرا كيف نحمي حقوق الإنسان. ونحن نود أن نعزز هذه الحقوق
ذلك من أجل تحمل الأعباء التي تفرضها الحقبة الرقمية، ونود أن نعنى بكل المجموعات وفئات المجتمع، خاصة أولئك الذين لا يمثلون بشكل كاف والنساء. شكرا، شكرا على تشديدك على هذه الأبعاد، وكون حوكمة الإنترنت تتصل بعدد كبير من اللاعبين وأصحاب المصلحة مالتي ستيك هولدر. الآن الكلمة لجون كار، وهو باحث في استغلال في مجال أو موضوع استغلال الأطفال أو الاعتداء على الأطفال. أنا أمثل هنا منظمة غير حكومية دولية ECPA، ومركزها ومقرها تايلاندا. لدينا منظمات عضو في هيئتنا في أكثر من 120 دولة، ونحن نكافح التجاري بالأطفال والأعمال الإباحية، وكذلك الخدمات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. وبالطبع نحن نعنى بحماية الأطفال بسلامتهم، وهذه مواضيع أساسية كما رفاهية الأطفال. وقد يكون من المخطئ أن نرى في الإنترنت فقط التهديد وفقط الخطر بالنسبة إلى الأطفال، بل على العكس، يجب أن نرى الفرص الهائلة التي يقدمها الإنترنت بالنسبة إلى الأطفال، خاصة في المجموعات السكانية المهمشة. وبالنسبة إلى البعض في بعض البلدان، الإنترنت هو الطريقة الوحيدة من أجل الحصول على معلومات حول حقوق الأطفال والحصول على معلومات حول صحتهم وفرص أخرى متعددة بالنسبة إلى كل أطفال العالم. ولدينا الحجر الزاوية في عملنا هذا الذي نعتمده، وهو ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل. وهذه الاتفاقية تتحدث عن حقوق الأطفال بالحصول على كل المعلومات من خلال كل الوسائل، وتتحدث أيضا عن حق الأطفال للتعبير عن رأيهم وحقوقهم بالتجمع وإنشاء الجمعيات. وبالتالي ننظر إلى حقوق الطفل على أنها فائقة الأهمية، وهي ليست حقوق تابعة أو ثانوية، بل مهمة جدا ويجب أن يتمتع بها الأطفال. وهذا هذا غير ممكن إلا إذا ما كانت البيئة مؤاتية لذلك وآمنة من أجل ذلك. من هنا تشديدنا على مسائل متعلقة بالحماية وغير ذلك، وباستطاعتك أن تحمي كل طفل من أي خطر كان بحجزه في بيت أو في مكان ما وفي إقفال الباب عليه، ولكن هذا لا يجوز وهذا لا يمكن له أن يتمتع بحقوقه. إذن أنا سأتحدث عن حوكمة الإنترنت في هذا الإطار وبالاتصال مع هذا الموضوع بسرعة. لقد قرأتم ربما عن منظمتنا، نحن نعمل في مناطق خطيرة من العالم وفي ظروف وحالات خطيرة جدا. مثلا منظماتنا العضو من أوروبا، كل فلس وكل مليم تصرفه يأتي من الجمهور، من العامة، وعندما يقدم العامة
هذا المال أو يتبرعون بهذا المال لهذه المنظمات، فلأنهم يريدون مساعدة هذه المنظمات التي بدورها تساعد الأطفال. بعض المنظمات العضو في هيئتنا تعمل بشكل حصري في مخيمات اللاجئين، مثلا الأطفال الذين أتوا من سوريا، الذين قطعوا البحر الأبيض المتوسط وخاطروا بحياتهم ويعيشون في ظروف مروعة ويكتنفها الخطر. إذن بعض هذه المنظمات تعمل حماية لهؤلاء الأطفال، ومن الصعب أن نقول لهذه المنظمات توقفي عن صرف المال على هذا أو ذاك، وارسلي مالك أو الأموال التي تحصلين عليها إلى البرازيل، إلى أستراليا أو سان دييغو أو غيرها، حتى نتحدث عن جوجل وعن مايكروسوفت، وحتى نقول للأمم المتحدة حوث كيف يعمل الإنترنت. لا يمكن أن نطلب من هذه المنظمات أن تحول هذه الأموال إلى مسائل أخرى أو أهداف أخرى. هذه المنظمات تقوم بمساعدة الأطفال يوميا، الأطفال الذين يستغلون جنسيا ويقدمون لهم العناية النفسية، الطب والمعالجة النفسية. أنا أعيش في لندن وأعرف أن مسألة الإنترنت مسألة حاسمة وساخنة، ولكن لا يمكننا أن نصرف المال على كل هذه المواضيع، ولا يمكننا أن ندفع المال للأشخاص حتى يسافروا ويشاركوا في اجتماعات، ولكن يجب أن نركز على، أو أعرف أن المنتدى والأيكان يركزان على منح منح دراسية لأطفال لمنظمات خاصة بالأطفال في بريطانيا، فرنسا، وألمانيا وغيرها. على أي حال، كل ما نقوم به وهذه الأهمية لم ترتبط بما هو عملي وما يمكن أن يتبلور عملياً. نانت مونديال سنة 2014، من منكم يشارك في منتدى الحوكمة للإنترنت يعرف ذلك. سنة 2014 لم يكن لدينا دورة واحدة للمنتدى، بل دورتين، دورة أخرى استثنائية في البرازيل في ساو باولو، ولكن نحن لم نتمثل في ساو باولو لأننا كنا نفتقر للموارد من أجل الذهاب إلى ساو باولو. الإعلان الذي انبثق عن نت مونديال في ذلك في هذه الدورة كان برأي الجميع رائعا وهائلا، ولكن احذروا أي لفظة أو أي كلمة كانت قد غابت عن الإعلان النهائي. كلمة الطفل لم يذكر ولم يأتي أحد على ذكره في هذا الإعلان. لماذا؟ لأن أي من منظمات الأطفال والشباب لم يكن ممثلا في هذا الاجتماع. هذا لا يعني أن من شارك في هذا المؤتمر كانوا من الأشخاص السيئين والأشرار الذين لا يعنون بمصلحة الأطفال، ولكن هؤلاء كان لديهم الأجندة الخاصة بهم، الأهداف الخاصة بهم، وبالتالي كان لديهم أهداف يحققونها، يصلون إليها، ولكن لم يكن أحد منا ممثلا في هذه القاعة من يعنى بصوت الأطفال، حقوق الأطفال، ولهذا السبب تم إخفال الأطفال تماما. قد أشير إلى حقوق المعاقين، قد أشير إلى غيرهم من الأشخاص المهمشين، وهنا ليس هناك منافسة بين هذه الفئات المهمشة، ولكن لم يذكر أبدا ولم يؤتى على ذكر الأطفال، وهذا فشل حقيقي بالنسبة إلى الجميع. ما قاله جيري، لا شيء يمكن أن يحكى عنا بغيابنا، وبالتالي نحتاج لكي نكون موجودين من أجل إسماع صوتا. شكرا 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 على جهودك في تشديد على موضوع التوازن والوصول الكافي للأطفال إلى الإنترنت، وشكرا على تطرقك إلى موضوعين مهمين في هذه الجلسة، أي كيف ترتبط هذه المواضيع بالتوازن
حوكمة الإنترنت وما الذي نفتقر إليه، ما زلنا نفتقر إليه. المتحدث التالي ماريان فرانكلين. طبعا صباحكم سيداتي سادتي، أتحدث بالإنجليزية الآن وسأتحدث على مهل. أنا يشرفني أن أكون هنا معكم في هذه المجموعة المتعلقة بالشباب، وأنا أمثل الشبكة الأكاديمية لمنتدى حوكمة الإنترنت. وأود أن أقول إننا نتحدث عن الاشتراك أو التشابك بين القطاعات، وهذه ليست مسألة معقدة بل هذه مسألة واقعية، لأن التبسيط هو أداة المهيمن، الطرف الذي يهيمن وليست أداتنا نحن، أداتنا نحن. إذن نود أن نقول أن هناك تحولات كثيرة تحدث في قطاع التعليم، قطاع الحضانات وكذلك في قطاعات شتى من المدارس الابتدائية. نجد أن الجيل اليوم، جيل الأطفال، يعتاد على استخدام الإنترنت واستخدام الآلات التي تسمح بالوصول إلى الإنترنت، ولكن يفتقر هؤلاء الأطفال للمهارات الأساسية، أي مهارات التعلم الأساسية، القراءة والكتابة وغير ذلك. وبالتالي يجب أن ننظر في إمكانية سد هذه الثغرة. ومما أن الميثاق المتعلق بحقوق الأطفال والمبادئ في الإنترنت يستقي من اتفاقية حقوق الأطفال، أقتبس من الحاجة أو الحق بالتوصل للمعلومات على خط الإنترنت، وكذلك حق الأطفال حصول على المعلومات على خط الإنترنت، ولا يمكن أن نفصل ما هو أونلاين وأوفلاين، أي خارج الإنترنت، على الإنترنت وخارج الإنترنت. وأود أن أعقب على كوني هذا الاجتماع يعقد في اليونسكو وننسق فيه مع اليونسكو، نطبق منهجيات كثيرة، نطبق أدوات تكنولوجية، نقوم بتحليل الخطاب ونستعمل أيضا تحليلا على أساس الجنس، ونسأل إلى أي فئات ينتمي هؤلاء الأطفال، فئات ديموغرافية وغيرها من السمات والعوامل. إذن الجيل المقبل ينظر إلى هذا الجيل، الجيل الحاضر، من أجل حل هذه الإشكاليات. وقتي سينتهي، وأود أن أقول إن أو أود أن أشكر منتدى حوكمة الإنترنت الذي يسمح بالعمل معا عن طريق أو بفضل التكنولوجيات، وذلك منذ 10 سنوات. أنا لدي طلاب يشاركون عن بعد بهذا المنتدى، لأن ليس لديهم المال الكافي من أجل تكبد نفقات السفر والمشاركة في هذا المنتدى، ويتابعون عملنا عن بعد. وبالتالي يجب أن نعزز التكنولوجيات من أجل أن نعزز استخدام الجميع، مشاركة الجميع في اجتماعاتنا، وحتى يتمكن كل من اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة، أكان عمره 3 أو 13 سنة أو 23 أو 93. شكرا. شكرا يا ماريان على هذه الرسالة القوية. ميندا موريرا من دي سي إنترنت، حقوق الإنترنت والمبادئ، تفضلي. ما الذي قمتم به وماذا تنوون القيام به في المستقبل؟ شكرا. أنا أمثل تحالف حقوق ومبادئ الإنترنت، وهو جزء من منتدى حوكمة الإنترنت،
وهذه شبكة مفتوحة من الأفراد والمنظمات ملتزمة بجعل حقوق الإنسان ومبادئ أو في ملتزمة بتطبيق حقوق الإنسان والمبادئ في الإنترنت. وقد أصدرنا هذه الوثيقة في سنة 2011 وترجمناها إلى 11 لغة بما فيها لغتي أنا، لغتي الأم أي البرتغالية. يسرنا أن نرى أن الشباب والمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان مواضيع مهمة لجلسة رئيسية. هذه مواضيع مهمة نعنى بها نحن في تحالفنا وفي المنظمات التابعة لمنتدى حوكمة الإنترنت. إن المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الذي نقوم به. هذا يوصلني إلى مثال شابة اسمها إيفا، وهي لا تجيد لا القراءة ولا الحساب من 10 إلى 20، ولا يمكن أن تتفهم مفاهيم ما هو خير وما هو شر، ولكن وإذا ما قلت لها أنها إنسان تقول لك لا لأنها ليست شابة أو كبيرة في السن. وبالتالي إذا ما كنت أقول ذلك هو لأننا نحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة بالنسبة إلى الشباب، ولكن يجب أن تكون هذه البيئة ممكنة أيضا empowering للشباب. لا يكفي أن نضمن لهم الوصول إليها، يجب أن نمكنهم ونمنحهم الحق بالمعلومات، ولكن أيضا الحق بإيصال صوتهم والمشاركة في كل نقاش وتقاسم الأفكار. وهذه مسائل ندعو إليها ونناشد بها في ميثاقنا. ولدينا مثلا في المادة 12 حقوق الأطفال في الإنترنت، وكذلك الحق بالاستفادة من الإنترنت، حرية أو تحرر من الاستغلال والاعتداء على الأطفال، وكذلك الحق بأن يكون لكل طفل رأيه وأن يسمع رأيه، وأخيرا صون مصالح الأطفال على أمثل وجه. هذه هي مواضيع مهمة جدا، وأفا هذه تسمح لأفا بأن تنمو حتى تصبح راشدة، و هذا يعزز المساواة بين الجنسين ويسمح للشابات بأن يشتركن في بيئة الإنترنت. ونشدد هنا على الحق بعدم التمييز والوصول إلى الإنترنت واستخدامه، وكذلك المشاركة في حوكمته دون تمييز. شكرا. شكرا. هذه كانت سلسلة من الرسائل المهمة جدا والتي تعنون أو تروجون لها من أجل مكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم. ننتقل الآن إلى ليليان نالوغا، ناشطة في مجال المساواة بين الجنسين. مداخلتي متعلقة باستفادة النساء من الإنترنت، ولدي أسئلة أكثر من الأجوبة. كيف نمكن النساء في الإنترنت؟ كيف نشركهن في المناقشات حول السياسة؟ قبل أن آتي إلى هنا، وصلني طلبات مختلفة من منظمين لجلسات مختلفة اليوم، والمتحدثون من إفريقيا حول المسائل الجنسانية والذين يتحدثون عن موضوع الأمن يعملون أو يعانون و
يبذلون جهودهم من أجل الحصول على محاضرات ومتحدثات نساء، لطالما يقع انتباههم على أسماء الرجال. وبالتالي نسأل، هل نحن كنساء نثق بالإنترنت، خاصة بالنظر إلى العنف الذي يقوم على المسائل الجنسانية على خط الإنترنت؟ وكيف السبيل إلى معالجة هذه المشاكل؟ نحن نعمل مع وسائل الإعلام أيضا، وفي مارس أذار الماضي قمنا بنشاط على خط الإنترنت يقضي أو قامت فيه حركة ويكي لوفز ويمن، أي ويكيبيديا تحب النساء، وهي حركة تسمح بأن تبين أو تروج لشخصيات نسائية عبر الويكيبيديا، وبالتالي وخاصة الشابات والفتيات منهن. وبالتالي رسالتي هي أننا في منتدى حوكمة الإنترنت نحتاج لجذب عدد أكبر من النساء على خط الإنترنت وفي الحيز الذي ينشئه الإنترنت، ليس فقط في السياسة ولكن أيضا القيام بخطوات ملموسة من أجل ضمان مشاركتها الآمنة والفعالية. شكرا على هذه المداخلة، وشكرا لدعوتك للاستفادة من هذه الفضاءات الآمنة التي يوفرها الإنترنت، والحوكمة، حوكمة الإنترنت التي يمكن أن توفرها وتعزز مشاركة المرأة فيها وربط حياتها و اهتماماتها في هذا المجال. تفضلي. شكرا سيدي. عندما دعيت للمشاركة وأنا فيفيان فينيغر، طلب مني بأن أشارك في قمة المتعلقة بالمسائل الجنسانية في كندا في السنة الماضية، وعملنا في مجال حقوق الإنسان ومجتمع الإنترنت وخاصة حقوق الإنسان والشباب. في البداية، إن قمة شمال أمريكا كما هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، هو منتدى فيه لاعبون متعددون، مالتي ستيك هولدرز، أو أصحاب مصلحة متعددون، وقد ناقشنا طريقة إشراك وشمل النساء في عملنا في البحوث، في العلوم، وفي المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت. أنا من البرازيل، من أمريكا اللاتينية، وقد قارنا التجارب بين كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكانت تختلف باختلاف القارات والدول. ومثلاً إشراك النساء في الإنترنت كان مختلفا باختلاف هذه الدول، وبالتالي كانت التجربة جيدة جدا، وكان شيقا أن نرى كيف أن المنظمات وكيف القمم والاجتماعات والمؤتمرات يمكن أن تكون مهمة في إشراك وشمل الفتيات والنساء في التكنولوجيا والإنترنت. أما فيما يتعلق بالشباب، فمنذ عام 2015 حاولنا العمل من أجل إدراج الشباب ومراعاة وجعلهم يشاركون في حوكمة الإنترنت. حاولنا إيجاد المبررات لتلقينهم مبادئ حقوق الإنسان. حاولنا الحديث عن الاستقواء الرعب في الإنترنت. من الشيق أو من المهم، إذ تبين مدى افتقار الشباب، لا سيما في البرازيل، افتقارهم إلى المعلومات وعن معرفة بشأن الإنترنت، فحاولنا تعريفهم بقدراتهم وتبيان أنه بواسطة الإنترنت يمكنهم أن يتسلحوا بقوة أو بسلطة.
وبغية القيام بذلك في سائر بلدان أمريكا اللاتينية. فعلى غرار هذا المنتدى حاولنا العمل على صعيد أمريكا اللاتينية أولاً، ولدينا مجموعة كبيرة من المشاريع، وذلك لإشراك النساء والشباب في هذه الحركة. لدينا مشاريع محددة مكرسة لهم، ففي كل مجموعة وفي كل منطقة ثمة مجموعات مسؤولة عن تنظيم بعض النشاطات وتأمين تمتعهم بحقوقهم والاستفادة من نظم الإنترنت أو من العلوم والفرص الأكاديمية. شكراً. أود أن أشجعكم على طرح الأسئلة. سنصغي إلى كافة المداخلات ثم نفسح المجال للأسئلة. لدينا متحدثة من الهند بيبي تتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الهند، ما بوسع الإنترنت أن تقدم لهم؟ شكرا جزيلا لدعوتي لحضور هذا الاجتماع. كانت رحلة شيقة من نواحي عدة، وإنني لا أرى أن مختلف النقاط التي أثيرت تثير اهتمامي. نحن بحاجة إلى تبين أن الإنترنت ليست البنى الأساسية التقنية فحسب، هي تنطوي على عدة قضايا مادية وتتعلق بالمبادئ والقيم. وإذ نحن نتناول في عصر هذا اليوم حقوق الإنسان وحوكمة الإنترنت، فإننا نتحدث تحديداً عن الفروق بين مختلف الأجناس وحقوق الشباب وذوي الإعاقات والأطفال. ثمة اتفاق دولية تتناول هذه المجموعات، منها حقوق الطفل وحقوق الأشخاص الذين يشكون من إعاقات، فثمة اتفاقية دولية بشأن هذه الفئة. فنحن بحاجة إذن إلى إقامة العلاقة بين حقوق الإنسان والإعاقة وتطوير عنصر المساواة بين الجنسين وتعميم الانتفاع بالإنترنت. هذا هو ما نسميه مقاصد الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يعانون من إعاقات. ثمة الفرص الوصول إلى العدالة، إلى المعلومات، الحق في أن يكونوا جزءاً يتمتع بكل الحقوق والمساواة مع سائر أفراد المجتمع. فنحن إذن بوسعنا أن نعطي دفعاً لهذه المناقشات في إطار أهداف التنمية المستدامة. فالإعاقة لم ترد الإشارة إليها بشكل مستفيض، ولكن ثمة أهداف تشير إلى التنمية المستدامة وضرورة دعم أصحاب الإعاقات. فالاندماج الاجتماعي لهؤلاء في المجتمع هذا هو أمر أساسي إن أردنا حماية حقوق الإنسان. ثمة عدة قوانين وسياسات تستند إلى أحكام الاتفاقية ذات الصلة، ولكن الجنوب ووضع بلدان الجنوب يبين أن الشباب والنساء الذين يشكون من إعاقات لهم وضع لا يؤمن لهم الوصول إلى المعلومات بشكل كامل، فالطلبة لا يزالون يستخدمون مواد بدائية، وفي الطلبة الذين يشكون من إعاقات هم يتأخروا مقارنة ونظرائهم بأربع أو خمسة سنوات.
الوصول إلى المساعدة القانونية والعدالة لا تزال معيبة. فضلا عن ذلك لا يوجد دعم كافي لهذه الفئات. النساء التي تشكو من إعاقات لا تشارك بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والثقافية. ما بوسع الإنترنت أن تقدم لهؤلاء؟ فإنها منصة للتواصل، تؤمن لهؤلاء الاستقلالية. يمكن للإنترنت أن تحقق التواصل بين هذه المجموعات. عندما نتحدث عن حقوق النساء والشباب وقدرتهن على الإعراب عن مواقفهن، لا سيما في المجتمعات التي لا يحق للمرأة أن تعرب عن رأيها بشكل حر، فالمنصة تصبح الإنترنت منصة للإعراب عن آراء النساء وأفكارهن. فهذه هي المنصة التي تفسح لمن لا صوت له ولكن لديه الأفكار. إن أعظم شيء تقدمه الإنترنت هي تمكين الشباب والنساء والمحرومين من هذه الفرصة، هذه المنصة للتواصل. وبالتالي فالإنترنت أو مبادئ حوكمة الإنترنت ينبغي أن تشمل الجميع، تؤمن الأمن والخصوصية وكل شيء على قدم المساواة للجميع، للنساء والشباب وذوي الإعاقات. كثيرا ما نتحدث عن المعايير والمبادئ في الجلسة السابقة، سمعت بعضهم يتحدث عن الخطوط التوجيهية، ثمة معايير وأدوات تؤدي إلى تحقيق مقاصدنا، والهدف في بعض الأحيان هو وضع هذه، ليس وضع المعايير بل ضمان تنفيذ هذه المعايير. ثمة قوانين في الهند على سبيل المثال، لدينا قانون يؤمن وصول المعاقين إلى المباني، وهذا القانون موجود منذ عام 2018. وينبغي أن نؤمن التسهيلات الكافية عند تشييد البنى الأساسية. ينبغي أن نؤمن كذلك المجال الرقمي لهؤلاء. ولكن ثمة فجوة كبرى بين من يشكو من إعاقات ومن لا يشكو منها. فالمعايير والمبادئ المشتركة للحوكمة الإنترنت لا تحقق مقاصدنا إن لم نراعي الشمولية وعدم استبعاد أي امرأة. نأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والشباب وذوي الإعاقات وضرورة تحقيق التواصل بين هذه المجموعات. شكرا. لا أعتقد أنه بوسعنا أن نحصل على مشهد أكثر تماما من هذا المشهد الذي قمتم برسمه لنا إلى حد الآن. فشكرا على هذه العروض التي بينت الطلب الذي ينبغي أن نلبيه. أولغا المتحدثة التالية، إنك خبيرة في التكنولوجيا ولكنه جذورك هي في حقوق الإنسان. إنك من دعاة الاهتمام بنساء وشابات أمريكا اللاتينية، وإنك خير نصير لهن. شكرا على هذه الدعوة الكريمة. علي أن أقول أن زميلتي قالت بشكل مقنع كل ما كان يدور بخلدي. نحن ننظم برامج للتدريب في أمريكا اللاتينية في مدرسة معنونة مدرسة حوكمة الإنترنت وتنظيم الإنترنت في أمريكا اللاتينية. هذه الوثيقة متوفرة باللغة الإسبانية لحد الآن، ولكن سنؤمن ترجمتها باللغة الإنجليزية والبرتغالية في القريب العاجل. ثم فيما يتعلق بسؤالك، أنا شخصيا أرى أن الإنترنت كان لها أثر حميد على المجتمع بشكل عام. ثمة جوانب سلبية، ولكن بشكل عام وقع الإنترنت كان عميم الفائدة. وما يمكن تحقيقه
لقد حققنا فرصة لنقدمها لمن لم يكن يتحدث، فأصبح لهم صوت، فهذا بمثابة الثورة التي ساهمت فيها الإنترنت. عندما كنت طالبة وعندما أتحدث إلى طلبتي الآن وأقول لهم عندما كنت طالبة لم يكن بحوزتي الإنترنت، لم تكن لدي فرصة للاستفادة من الإنترنت، كلا كنت طالبة وتمكنت من إدارة شؤوني بدون الإنترنت. لدينا حرية التواصل، لدينا الآن حرية التعلم والحديث، الوصول إلى المعلومات والتعليم والانتفاع بهذه السبل. أعتقد أن هذه فسحة ليست متوفرة للجميع، فنحن بحاجة إلى وضع برامج لشمل الشباب. حققنا الكثير وثمة مجال كبير لزيادة العمل في هذا الصدد. لا زلنا نكثر الحديث، نتحدث عن إدراج وشمل النساء، ولا أعتقد أننا حققنا المقاصد المنشود. كنا قد تحدثنا عن الانتقال من الإعلان إلى الفعل، هذا مفهوم دوناه. تحدثنا عن إشراك المرأة وإدراجها وجعل المرأة تنتفع بالإنترنت، هذا حديث مفعم، ولكن الفعل لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب. لا أقول أن ما حققناه سيء، ولكننا بحاجة إلى المزيد. هذه القضية أصبحت أوضح. من ينظم الإنترنت والتفكير بشأن الإنترنت من قبل خبراء، هذا فرصة للانتقال مجددا من الإعلان إلى الفعل. أما فيما يتعلق ب عصر الأشياء، نحن في الأرجنتين نظمنا اجتماع لطلبة من سن 17، وآنذاك لم نسمع أي حديث عن الكبار. والدتي لها سن 86 ولديها فيسبوك، حساب فيسبوك، ولكن لديها صعوبة في الوصول إلى حسابها. وتاكي لديها مداخلة. اسمي وكادي، وإنني نائبة رئيس مبادرة للشباب، نعمل في المجتمعات المحلية في 36 دولة، وإننا لدينا موقع، وإنني أقوم بتنسيق المداخلات الرقمية، وأناشد الجميع من مختلف البلدان أن تشاركوا في هذه المناقشات الجارية في الجلسات وشكرا جزيلا. هل لدينا أسئلة قدمها أشخاص عن بعد؟ يمكننا أن نفتح الميكروفون، يبدو أنه لدينا مداخلة هنا في القاعة. كلا، هل تريد الجلوس أو تريدين الجلوس هنا؟ هذه هي الروح التي ننشد. Thank you very much. شكرا جزيلا ومرحبا بك. طاب عصركم. اسمي لوزا غريغو، إنني من البرازيل، وإنني من مجموعة الشباب في المنتدى مع زميلتي، وتدير هذه المجموعة لجنة لإدارة الإنترنت لفائدة الشباب.
أطرح سؤالا، ما تقترحون بشأن زيادة مشاركة الشباب، وما بوسع هذا المنتدى أن يقوم به لزيادة مساهمة الشباب والنساء في مثل هذه المنتديات؟ هل هنالك حاجة للتجديد؟ أطرح السؤال على جون كار. إن كان في نت مونديال، إن حضر ذلك الاجتماع، فما إن كان عليه أن يقدم مبدأ واحدا يتعلق بالشباب، فما كنت لتقترح؟ أود أن أشكر كل هذه المجموعة، فهي أفضل مجموعة على الإطلاق. هذه مداخلة جميلة للغاية. شكرا أولغا، شكرا على هذه الأسئلة. نحن ننظم عدة أحداث وعقد الاجتماعات بعدد متساوي من الرجال والنساء، هذا هو ليس بالأمر اليسير. فإنك تدعو منظمة أو شركة ولا سيطرة لك على من يمثل تلك الشركة أو تلك المنظمة. أقص عليكم قصة في آيكان. كانت زميلتي عضو في مجلس إدارة آيكان من سنغافورة، وكنا ننظم اجتماعات للتركيز على عدم كفاية حضور المرأة، وكنا نوجه دعوة للرجال لكي نركز على هذه القضية تحديدا، لأنهم لهم القرار، ولكنهم اختاروا إرسال النساء، فهذا تحدي جسيم كما بينت. ثمة قواعد صارمة، فعندما ننظم مدرسة للإنترنت فنعمل على المناصفة التامة، نصف نساء ونصف رجال. البعض ينتقدنا وهذا لا بأس به، ولكن علي أن أقر أن هذا يطرح تحديات، وثمة تحديات أخرى ولا سبيل لذكرها في هذا المقام. شكرا، هذا سؤال جيد. هيكل القاعة قد يملي بعض الأشياء، فهذا الإطار رسمي، فقد لا يكون من السهل أن نفسح المجال للأطفال. أعتقد أنه ينبغي أن نؤمن حضور الأطفال والشباب. لعله ينبغي التفكير بتعميق الجوانب التقنية للوصول والاستفادة من التكنولوجيا. فلا أعتقد أن الاجتماع ينبغي أن يكون مجموعة واحدة. أعتقد أنه ثمة عدة أشكال يمكن أن ننشئ، عدة مناهج، ربما ترتيب المقاعد، قد نجتهد في هذا الترتيب. والميكروفون ينبغي أن يكون ميكروفون جوال. هذه القاعة على سبيل المثال ليست ملائمة للأطفال، فنحن إذن بحاجة إلى تغيير البيئة وطريقة ترتيب اجتماعاتنا لكي نجلب الأطفال. أعتقد أن الأطفال هم هنا، الشباب والطلبة من المدارس يحتاجون إلى موارد لكي نهتم بهم. ختاما، لما ومع كل الاحترام الذي أكنه لكم، أعتقد أننا بحاجة إلى تدريب الدبلوماسيين المقبلين لنفسح المجال للجميع، للشباب والأطفال والكبار، لكي يقولوا كل ما يعن لهم دون أي حد. فنحن نصغي إلى عدة ألسن وعدة لغات عوضا عن لغة واحدة ورأي واحد. إذا ما كنت هناك، فما عساك أن تقوم به؟ إن تجميع الأطفال في قاعة ومناشدتهم بالإعراب عن رأيهم بشأن الإنترنت، هذا ليس بالمشاركة الفعلية، فهو رمز فحسب ولا يسهم. لعل منظمي الحدث يقولون أن الأطفال شاركوا، إنهم
شباب ومن فئة الفانكي، ولكن هذا الحضور لا يحدث وقعا وأثرا وهو يطعن في المصداقية. لدي أصدقاء خبيرين بهذا المجال ولهم معرفة بهذا الموضوع، فالمهم هو طريقة طرح الأسئلة بكل صدق ونزاهة وعمق لكي نتأكد من إسماع صوت الأطفال. أما فيما يتعلق بالدورات، دورات المنتديات التي لم أشارك فيها، فشاركت في كل المنتديات باستثناء أثينا ونات مونديال. نات مونديال حالت دون حضوري الموارد المادية، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذه الأحداث بدأت في عام 2006 عندما كانت جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وسناب شات وغيرها من الشركات الإنترنت غيرت أعمالها وتغيرت طبيعة الإنترنت. وليس بوسعي أن أفكر بأي تغيير آخر أكثر أثرا على حياة الأطفال والشباب. نحن لا نتخذ قرارات. أنا أحب هذه المنتديات حبا جما، وإنه من أفضل المنتديات للذين يهتمون بالإنترنت على غراري. ولكن إن كان علي أن أقول شيئا واحدا فأقول نحن بحاجة إلى جعل الشركات تفسر ما تقوم به بشأن الحوكمة وما تقوم به إزاء الشباب، فهم أكثر المستخدمين. لدينا قوانين في الاتحاد الأوروبي، لدينا لوائح تنظم الإنترنت، ولكن ثمة شيء، ثمة تنازع بشأنه في هذا القانون، هو أن الشركة تقدم الخدمات ينبغي أن تتحمل المسؤولية، فأي طفل دون سن 18 ينبغي أن يعلم ما هي هذه الخدمات. العديد من الشركات تقوم بهذا والبعض الآخر لا يقوم، وأعتقد أن هذا هو مبدأ من مبادئ حوكمة الإنترنت. فإن كنت تدير شركة فينبغي أن تتبين من هو المستخدم، وينبغي أن يتبين المستخدمين المادة التي تضعها تحت تصرفهم. شكرا، شكرا جزيلا. جاري أليس. Thank you, Jerry. Hello. Hi. جاري أليس، سأتحدث من مقعدي هنا. إنني أتحدث باسم التحالف النشط الممثل للأشخاص الذين يشكون من إعاقات. لقد أشار من سبقني بالحديث إلى الأمور التي كنت أفكر فيها، ولكن أود أن أتحدث عن ذوي الإعاقات وأنا لا أبصر. عند الاحتفال بمرور 100 عام على الهدنة التي تمت في باريس في نهاية الحرب العالمية الأولى، أنشئت الأمم المتحدة. تم توقيع الاتفاق في باريس، أول مؤتمر انعقد في باريس قبل انتقال المقر إلى جنيف، وإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر من هنا. ولكن إن معنا نظرة في ذوي الإعاقات آنذاك، فكانت منظمة الصحة العالمية تهتم بأصحاب ذوي الإعاقات، كان التركيز على هذه المصاعب التي ينبغي والأمراض التي ينبغي معالجتها. طريقة صياغة مفهوم الإعاقة في منظمة الصحة العالمية كانت طريقة تشخيص وعلاج، ولكن بعد ذلك
بدأ الفصل بين الأشخاص الذين لهم إعاقات أو نقص في بعض الوظائف مثل الذين لا يبصرون، فقد ازداد الاهتمام وتوج ذلك باعتماد الأمم المتحدة في عام 2006 للاتفاقية التي تشتمل على 50 مادة تتعلق بذوي الإعاقات. الإعاقة هي بمثابة إعاقة أو مشكلة صحية دائمة أو كاملة أو جزئية. الإعاقة هي إن وجدت فإنها تنم عن عدم تلبية البيئة للاحتياجات التي يحتاج إليها الشخص الذي يشكو من إعاقة. وبالتالي فالحل لذوي الإعاقات هو حل ينبغي أن يتبين الإعاقات المزدوجة لذوي الإعاقات، من لا يمكنه السفر لسبب الموارد المالية فيمكنه أن يتابع عن بعد عبر الإنترنت، ولكن الذي يشكو من إعاقة فليس بوسعه أن يشارك بسبب عدم وجود منصة تفاعلية يستخدمها للتواصل. النظم القائمة على الورق للتعليم واستخدام السبورة قد لا يتيح التعليم، وحتى التكنولوجيا في بعض الأحيان لا تساعد، فالحافلات والقطارات قد لا تكون مجهزة لكي تلبي احتياجات المعاقين، وبالتالي فأصحاب الإعاقات يصبحون مستبعدون. فيقال أننا نحاول مراعاة احتياجات هؤلاء، ولكن الحل ليس حل شامل وكامل يستوفي كافة الشروط. ينبغي أن تكون الحلول تتكيف واحتياجات الشخص المعني. مثال أذكره لحضراتكم، وضع الإشارة الخطية لما يقال، فيمكن لمن لا يسمع أن يقرأ على الشاشة. وتحدث أحد الأساتذة هذا اليوم أنه ينبغي أن نستند إلى المادة التي أشارت في التقرير إلى عدد الإعاقات أو الإشارة للإعاقات في متن التقرير، وهذا أمر لا يمكن لفاقد البصر أن يتحقق منه. شكراً. عذراً على مقاطعتك، ولكن لكي نستمع إلى عدد آخر من الأسئلة. كاتالينا، هل أصبحت جاهزة لإعطائنا أسئلة عبر الخط؟ أيلين من البرتغال، وهي من ديجيتال جراس روت، تسأل عما إذا كانت جميع الشركات في مجال الإنترنت تقوم بتطبيق نفس المعايير فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. كنت آمل أن نستمع إلى كاتالينا حسب ما هو باد على الشاشة هنا. أدامة من عندنا سؤال عبر ويبكس عبر الشاشة. سؤال من عبر الخط من وتاجي من كينيا، ما تعتقدون أنه يجب فعله من أجل تحسين وصول كل الأشخاص إلى الشبكة؟ هل يمكن
الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام بحقوق العصور على أساس أنها من حقوق الإنسان أو من الحقوق الإنسانية. حبذا يقول المناشط أن تكون الأسئلة موجزة ودقيقة. بالنسبة من تستخدمونه اليوم، ربما ستخدمونه عندما تصلون عمر 80 أو قد تتغير الأمور. ما يهمنا فعله اليوم هو توفير الوصول لكل فرد، لا سيما لذوي الإعاقات، كما وأنه ينبغي أيضا الاهتمام باستمرارية التواصل بين الأجيال، وهذا ما ينبغي فعلا علينا جميعا العمل من أجله. بالإسبانية من غواتيمالا، عادة بسني نقص قصصا، فسأقص عليكم قصة تتعلق بالممارسات الجيدة في منطقة أمريكا الوسطى. إن تعاونية كوستاريكا قامت قبل سنوات بإطلاق مشروع ناجح لتدريب فتيات ونساء شابات على استخدام الإنترنت، وقمنا مع جوجل بجمع عدد من المؤسسات الأمريكية الوسطى التي كانت تعمل سواء في مجال حرية التعبير أو في مجال الشباب، وأنشأنا تجمعا هو تيكاس، أي تجمع الشابات والفتيات في أمريكا اللاتينية، وخاصة بالنسبة لتلك اللواتي يسكن المناطق الريفية في غواتيمالا، وهذا للتدليل على ما قدمه هذا البرنامج للفتيات والشابات. فلم يقدم لهن فقط الوصول إلى التكنولوجيا فحسب، بل أيضا وفر لهن أو فتح أمامهن مجال التطور، فلقد حصل عدد منهن على شهادات في مجال امتهان التكنولوجيا، كما وأنهم قد شاركوا في الهاكاثون أي المباراة التي تجمع عددا من المبرمجين في مجال الإنترنت، وقد شاركوا أيضا في مباريات أخرى تتعلق بمكافحة العنصرية والتشدد. وكان لهذا البرنامج صدى جيدا وكان ناجحا في منطقتنا، واليوم فإننا نواجه مثل ما هو الحال من قبل، نواجه تحديا جديدا، ألا وهو أن هذه الفتيات والشابات وبعد أن انتهينا من تدريبهن العودة إلى مناطقهن الريفية، إما للبقاء في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية أو للاهتمام بأعمال الحقل أيضا. على أي حال، المهم بالنسبة لنا هو أن هذا البرنامج هو برنامج، أو بالأحرى هو مثال رائع يمكن أن يقتدى من قبل كل المناطق والأقاليم، ونحن نعتبر بأننا فعلا قد حققنا نجاحا باهرا خلال هذا البرنامج. أتوجه إليك مجددا لطرح سؤالك أو للإجابة على أو لطرح تعليق. أريد أن أجيب بإجازة على بعض الأسئلة التي طرحت من قبل فيما يتعلق بإدماج الأطفال أو اهتمام بالأطفال وأصحاب الإعاقة بالنسبة للمسنين. المسألة تتعلق بالتصميم، أي تصميم مواد يسهل قراءتها، فإن سهولة ذلك تقوم أساسا على طريقة تصميم هذه المواد.
وفيما يتعلق أيضا بالأطفال والإعاقة، فعندما نتحدث عن الأطفال يجب أن نشدد على أن المسألة تتعلق بمجموعة متناسقة ومتجانسة، بل على العكس من ذلك. فهناك أطفال يفهمون بعض التكنولوجيا أو قادرون على استخدام بعض التكنولوجيا عكس آخرين، وهي المسألة أيضا بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة. فبهذا الخصوص يجب أن تكون هناك نهج متعددة والتزامات متعددة لتلبية جميع الاحتياجات. أما فيما يتعلق بالبعد الجنساني فهذه مسألة كما أشارت إلى ذلك ماريان لا بد من الاهتمام بها، خاصة في إطار حوكمة الإنترنت. وحتى الآن هناك عدد وافر من الدراسات ومن الأوراق البحثية التي بدنا نراها فعلا على شبكة الإنترنت، وهذه من شأنها أن تساعد فعلا على نشر شمولية الوصول إلى الإنترنت. فعندما نتحدث عن الشمولية فهذا فيعني مدح القدرة للجميع للوصول إلى الإنترنت. أنا هنا تكين، وأنا أحد منشطي القاعة، فرجاء أن تأتوا إلى المنصة، لأن المنصة أيضا هي لكم. بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات المهمة، أحد المتحدثين عفوا باسمي التحالف النشط أو من يمثلون التحالف النشط تفضل بالمجيء إلى المنصة، والآخرون إذا ما أردتم أن تأتوا إلى المنصة فأهلا بكم، وإن لا ف يمكن البقاء في أماكنكم. إذا ما أردتم القدوم إلى هنا فهناك مكان لكم. شكرا. أنا من الدول الجزرية الصغيرة النامية، ففي هذه الدول هناك يجب الأخذ بعين الاعتبار كل تلك الانقسامات أو الفوارق، سواء كان ذلك على صعيد نوع الجنس أو بين الجنسين أو بين الشباب والصغار وبين أنواع مختلفة من المجتمع. فكيف يمكن فعلا ضمان الوصول إلى كل هذه الفئات، وكيف يمكن ضمان أن يكون صوتها مسموعا؟ فهذه المسائل لا تتعلق فقط، أو التحديات لا تتعلق فقط بالبعد الجنساني أو بالصغار والكبار أو غيرها، بل هي تحديات متشعبة ومتنوعة فعلا نقوم بالعناية بها يوميا. تفضلي فيفيان فيناغري. فيما يتعلق، أريد أن أعقب على المداخلة الأخيرة. عندما أنا أفكر بالإدماج على أساس البعد الجنساني أو عن طريق الأخذ بعين الاعتبار بالبعد الجنساني، فهذا يعني بالنسبة لي أنه يجب أو بالأحرى عندما أتحدث عن البعد الجنساني لا أعني فيه فقط الحقوق التي ينبغي منحها للنساء وكل ما ينبغي أن تتمتع به النساء، بل أيضا تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشباب والصغار. ويمكن لنا من خلال التدريب أن نساعد هذه الفئات على التمتع بهذه الحقوق من خلال التعليم، وذلك من أجل إدماجها في مجتمعاتها. ف
مشروع مثل المشروع الذي استمعنا إليه فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي هو مثل أيضا يقتدى. لازلنا ننتظر كاتالينا أراوجو سيلفيرا، وإلا فإن هناك طلب من فالنتينا لتقديم مداخلة. تفضلي بالتقدم إلى الأمام أمام القاعة، مقدمة القاعة. Thanks a lot. You have the. تفضلي لك الكلمة. كلمة للتمتع بالسلطة. الألوان ملهمة. فهذه الألوان قد ألهمتني. فبالنسبة لي فاعتقدت عندما استمعت إلى كل ما تم الحديث عنه عن النساء والمساواة والبعد الجنساني وغيره، المسألة تتعلق بالحقوق، وبالنسبة للشباب فالمسألة أيضا تتعلق بالخبرة. هل نحن فعلا قادرون على منح وتوفير الفضاء اللازم لكل الأصوات مهما كانت تنوعها لكي تعبر عن نفسها؟ لذلك أعتقد أنه يجب دائما أن نذكر بذلك، وأعتقد أنه عندما نتحدث عن الحقوق الإنسانية يجب أن نشمل بالحديث كل ذلك، أي كل الأشكال وكل الأنواع وكل الألوان التي نريد إدخالها لنعبر فيها عن تلك الأشكال التنوع. فالمسألة مسألة الحق، السلطة، أو إذا كانت لديك السلطة للتعبير عن نفسك، نعم، وهذا ينبغي منحه من لدني التضامن والتعاون. شكرا لك فالنتينا. هي فعلا ملاحظات وجيهة جدا. لا تزال أمامنا إلا 10 دقائق لإنهاء الجلسة. سنستمع إلى تعليق من المنصة، وبعد ذلك نستمع إلى سؤال آخر من القاعة. أنا من منطقة الكاريبي وأعمل أيضا في منظمة غير حكومية تعنى بشؤون المرأة. ما أريد التدليل الإشارة إليه هو أننا سمعنا هنا إلى عدد مرتفع جدا من المبادرات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بالاعتماد على التكنولوجيا، الاتصالات والإعلام. فعندما سمعنا إلى ذلك المشروع في غواتيمالا في منطقة أمريكا اللاتينية، لابد من الإشارة إلى أهمية ذلك، لا سيما ما قاموا بتنظيمه من تدريب، ولكن أيضا ما قاموا به على صعيد الهاكاثون. أيضا ما يجب علينا دفعه قدما هو فعلا منح وتوفير الفرص الناهزة لكي تكون هذه الفرص فرصا للتفاعل والتبادل وربط وإجراء أيضا الترابطات والروابط اللازمة للاستفادة من خبرات البعض والآخر. شكرا. تفضل لك الكلمة الأخيرة. شكرا جزيلا. سيباستيان باشولي، أنا ناشط في مجال التنوع وما عداه في الوقت الحاضر لا يهمني كثيرا. لم أعد مداخلتي، ولكن أريد أن أعقب على ما قيل حتى الآن. إن
الانترنت او الشبكه شبكه ممتازه، ولكنها فعلا تستقصي وتستبعد الكثير من الفئات الاجتماعيه، النساء، الكبار او المسنين الصغار وغيرهم. فلذلك أنا أقول يجب أن نكف عن التوجه إلى مكان قد وضع لكي يضعنا جميعا في قالب واحد. أنا ما أسميه أو بالنسبة لي الشبكة هي العالم، أي أن هذه الأداة، أداة الاتصال، قد وضعت أساساً لكي تربط كافة شعوب العالم ببعضها. فإن لم نوفق في تحقيق ذلك فلنكون قد نجحنا فعلاً في تحقيق أهدافنا الأساسية. لست بمسن، ولكن كبير سن جميعنا يختلف عن الآخر. هناك الكثير من الأماكن التي لا وصول فيها الإنترنت، مثلا أنا في قريتي الصغيرة في منطقة في وسط فرنسا، لا وصول للجميع فيها للإنترنت. لذلك يجب فعلا جمع لنقول الشباب أو كل الفئات المعنية لكي نجد معا الحلول اللازمة للبعض والآخر. شكرا. شكرا لسيباستيان. مرة أخرى سنستمع الآن إلى هيذر حول مسألة الموصل، ولكن سنعطيك الكلمة قبل ذلك. إيران من يوغندا، أعمل في مجال الحقوق الإنسانية. إن شاغلي الأساسي هو مشاركة الشباب، ومشاركة الشباب في سياق السلام، ولكن أيضا يجب الاهتمام بمشاركة الشباب والنساء والأطفال. يجب أن نفكر بهؤلاء في تلك المناطق التي تعاني من حروب ونزاعات، في اليمن، في الصومال، في الكونغو وغيرها من بلدان أخرى. يجب أن نهتم بهذه الفئات ومشاكلها، وهي فئات معرضة لأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء. وهناك كثير من هذه الأمور الجارية، ولكن هناك أيضا مسائل أخرى مثل تلك الرسوم المفروضة في بلادي على استخدام الإنترنت، والاهتمام بهذه المسائل لتيسير الوصول إلى الإنترنت، كما وأنه يجب أيضا الاهتمام بتلك التشريعات أو التنظيمات التي تقيد حرية التعبير على الإنترنت. هذه المسائل قد تم الاهتمام بها، وأعتقد وقد أدرج ذلك أيضا في الممارسات الجيدة. سنعطي الكلمة مجددا للمشاركين في الطاولة المستديرة مادلين. أريد أشكر كل من تناول الكلمة هنا أو عبر الشبكة. لقد قمت بتدوين بعض الملاحظات، فأنا
فالكثير قيل في هذا النقاش، فلقد تم الحديث عن كثير من المواضيع التي تهم العدد الأكبر من المهتمين، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال. ولذلك أشكر كل من قدم هذه المسائل إلى طاولة النقاش. والمسألة ليست بسهلة فعلا نظرا لطبيعتها المعقدة، ولكن لابد من القول بأن التعليم هو الذي يهيئ الأجيال المقبلة لاستخدام هذه التكنولوجيات الحديثة والتماشي معها. جون كار، أريد أن أشير إلى شيء واحد. لم أقم بإدلاء صوتي بمنح صوتي للمحافظين خلال حياتي، ولكن إن رئيسة الوزراء عن المحافظين قد قامت بتقديم قانون يتعلق بمكافحة الإتجار أو بالأحرى خلاعة الأطفال عفوا، ومكافحة ذلك الإتجار. وكان ذلك فعلا من خلال أو تلك الأوجه الخبيثة أو المظلمة للإنترنت وكل الأشكال التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفعلا هذا يعني أنه يجب التفكير بما يمكن أن تسمح به شبكة الإنترنت وما توفره أيضا من حلول لذلك. ففي المملكة المتحدة هناك تفكير جار على منع الأطفال أو أن يقتصر الوصول إلى تلك الأفلام الخلاعية للكبار فقط، وعدم تعريض الأطفال لأي من هذه الأشكال. وذلك لإبعادهم عن تلك الأشكال ومساعدتهم على تكوين أو الأحرى بتربيتهم أو إعدادهم بتربية من خلال تربية جنسية سليمة وليس تعريضهم لهذه الأفلام بشكل منفلت متفلت. شكرا. تقول السيدة مريان هناك 56 مليون شخص قد اضطروا للنزوح بسبب تغير المناخ والاحترار، والأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه أيضا هو أن هؤلاء غالبا ما يخسرون أو يؤخذ منهم الهاتف النقال. مرة أخرى التعليم هو الأساس، فهناك عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة التي يمكن استخدامها من أجل التعليم، ويجب أن نتنبه إلى أن أيضا الأسواق اليوم وما نراه من مواد منتشرة يجب أن يثير الانتباه لأنها مصممة بشكل أو بالأحرى غير مصممة بالشكل المرغوب. أريد أن أختم مداخلتي بالقول بأن هناك عمل هام جدا يجب القيام به من أجل التأكد من أن الحقوق الإنسانية محترمة وتؤخذ بعين الاعتبار في مضمون الشبكة. إن النقاش الذي
جرى هنا فيما يتعلق بحق الوصول لجميع الفئات إلى الإنترنت دون أي تمييز هي مسألة يجب أن تطلع بها الحكومات من بين أطراف أخرى لكي نضمن أن يكون كل صوت مسموع. شكراً. كان لدي في البداية أسئلة أكثر منها أجوبة، ولكن بعد الاستماع إلى كل ما سمعناه هنا في هذه الجلسة يجب القول هو أننا لم نشدد ما يكفي على مسؤوليتنا، فنحن ندفع بالنساء والأطفال لاستخدام هذه الأداة، أداة الإنترنت، ولكن لا يكفي فعلا أن نقول أو أن نشجع أحدهم على استخدام هذه الأداة دون التنبيه فعلا إلى المخاطر التي قد تنطوي على ذلك. لذلك فإن منظمة مثل منظمة اليونسكو يمكن أن تعنى بذلك، وكما قال أخي من يوغندا، فيجب فعلا عندما تكون هناك فرصة سانحة يجب التأكيد على المنافع التي تقدمها الإنترنت مثل الاستفادة من المعلومات، ولكن يجب أن يقال دائما بأن الإنترنت هي أداة فيها ما هو جيد وما هو قبيح أيضا. إنني أتقاسم وأراء زملائي بالقول بأن إنترنت يمكن أن تكون أداة جيدة وأداة سيئة، لا سيما بالنسبة لفئات مثل الصغار والنساء الذين قد يتعرضون أيضا للاستغلال أو ويجب بهذا الخصوص الإضاءة على ذلك. لذلك فإنني أشكر المبادرات التي اتخذها منتدى حوكمة الإنترنت فيما يتعلق بكل هذه المسائل للإضاءة عليها. شكرا. شكرا على كلمتك الختامية ومشاركتك، شكرا جزيلا لكم جميعا. كان نقاشا شيقا. أود أن أواصل أقول بعد ما قالته فيليس، أود أن أقول إنه يجب أن نبقى وعينا لكل الأمور السيئة التي يمكن أن يتم تناقلها على خط الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بسلامة المرأة، ويجب أن نشترح الحلول معا من أجل تأمين سلامة استخدام الإنترنت. وأنتهي بنبرة متفائلة بالنسبة إلى عدد كبير من النساء، من الشباب، من المعاقين، من الكثيرين. الإنترنت كانت مجالا وحيزا نتحرر فيه وننعتق إذا ما جاز القول، وباستطاعتنا أن نسمع صوتنا من خلاله. وبالطبع هناك جانب مظلم للإنترنت، نعم، ولكن هو حيز إيجابي يسمح لنا بأن نكون موجودين وبأن نزدهر ونتبادل الآراء فيما بيننا. وبالتالي يجب أن نتقاسم هذه المبادئ وهذه القيم دون حواجز. أما إذا ما ارتفعت الحواجز فيما بيننا فسنعود القهقرة وسنتراجع. لهذا السبب يجب أن نتقدم معا ونشترح الحلول معا. شكرا. شكرا أولغا. شكرا يا كلاوديو. كلمة أخيرة حول ما قلته
نحن نركز على أمور مختلفة، ولكن هدفنا التغيير وشمل الجميع والتشارك مع الجميع في إطار الإنترنت. وكما قلت، الإنترنت كان أداة هائلة ورائعة جدا في حياتنا، ولكن أكرر ما قلته، إذا ما كان لدينا فكرة هنا يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. قبل سنوات شارك بعض الممثلين من أمريكا اللاتينية في اجتماعاتنا وتحدثوا عن مدرسة دربت أكثر من 3000 من الطلاب، وكذلك عن بعد، ولم يكن هناك دليل أو كتاب حول حوكمة الإنترنت في أمريكا اللاتينية، ونحن أصدرنا هذا الكتاب أعددنا. وبالتالي إذا ما كانت لديكم أفكار من أجل مواجهة كل المشاكل على الإنترنت فلا تترددوا في التعبير عنها. شكرا. رأينا أياد كثيرة ترتفع، وبالطبع عندما تزيد الحماسة وترتفع الحماسة يكون الجميع أو يرغب الجميع بالحديث. أطلب منكم جميعا أن تعتلوا المنصة وحتى نلتقط صورة للجميع. هذه هي الفكرة التي نكونها من منتدى حوكمة الإنترنت، فأنتم جزء لا يتجزأ من الأجندة، من المنصة ومن كل هذه الأفكار. أرجو منكم أن تعتلوا المنصة فلنلتقط صورة من أو صورة للجميع. شكرا للمتحدثين عن بعد، وكذلك أطلب من المنظمين أيضا أن يأتوا إلى المنصة. وآسفة لأننا لم نتمكن من إعطاء الكلمة لكل من كان يريد أن يتقدم بمداخلة، ولكن تعالوا وانضموا إلينا على المسرح وعلى المنصة، فلنتح الوقت للجميع حتى يصل إلى المنصة. Thank you very much for all the amazing interventions. شكرا على مداخلاتكم الرائعة، ونعتذر من المشاركين عن بعد الذين عانوا من مشاكل تقنية. أرجو منكم أن تنضموا إلينا هنا على المنصة وعلى المسرح. Thank you so much. شكرا جزيلا لكم على انضمامكم إلينا، وتذكروا أنكم أنتم من يضعوا جدول أعمال وشكل اجتماعات منتدى حوكمة الإنترنت، وإن كان هذا يرضيكم فقولوا ذلك خلال جلسة تبادل الآراء والمعلومات والانطباعات من خلال أو بعد هذا المنتدى واجتماعاته. سننتظر وصول الجميع وسنستعد لالتقاط الصورة. Hey everyone, this is it. One, two, three. Now, IGF, come on. Yay, IGF. Thank you very much. Thank you, everyone.